بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مغصوبات الأسماء. المغصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحل التمييز والمستثنى واسم لا والبنان ومقول من أجله والمقول معه خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب هو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المقول به: وهو الاسم المنصوب الذي يقوم به الفعل، له قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. فهو قسمان: ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي اضربني واضربنا واضربك واضربك واضربكما واضربكم واضربكن واضربه واضربها واضربهما واضربهم واضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم. باب المصدر: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. وهو قسمان: لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظهما لفظ فعلي فهو لفظي أو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعلي دون لفظي وهو معنوي أو جلست قعودا وهكمته كفوفا وما أشبه ذلك. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان والاسم المنصوب والاسم الزمان المنصوب بتقريبه، نحو يوم وليلة وغدوة وبكرة وسهرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو قولك: أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند وعز وفي ذا وكلطاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. باب الحال: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن باع من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس وسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة. باب التمييز: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن باع من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد العرق وتفقع بكر الشحم وطاب محمد نفسا واشريت 20 غلاما وملكت 90 ناجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء: وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى 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 وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا يوصف إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو القوم: قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام مخفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيدا إلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا هل كان على حسب الأوامر، نحو ما قام إلا زيد وما ضرب إلا زيد وما مرض إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نزل وجرونه، قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. باب لا: اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا بشرت النكره ولم تتكرر، نحو لا رجل في الدار فإن تبشرها وجب الرفع ووجب التكرار. لا نحو لا في الدار رجل وامرأة فإن تكررت جاز عمالها وإن قولها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. باب المنادى: المنادى 5 أنواع: المفرد العلم والنكرة المقصورة ونكرة غير المقصورة والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصورة فيبنيان على الضم بغير تنوين، نحو يا زين ويا رجل. الثالثة الباقية منصوبة لا غير. باب المفعول من أجله: أول اسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك:
كرم زيد يا لنعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المقول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والغشبة. واما خبرك انا واخوتي واسم ان واخوتي فقد تقدمت ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. باب محفوظات الاسماء المحفوظات ثلاثة اقسام محفوظ بالحروف ومحفوظ بالاضافة وتابع للمحفوظ. فاما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ بمن وإلى وعن وعلى وفي أوروبا والبي وكاف وعلام وحروف وقسم وهي الواو والباء وتواوي واو ربا وبمض ومنوى. واما ما يحفظ بالاضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر بلام وما يقدر بمن فالذي يقدر بلام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. اما بحمد